بدينا المرافعات في الموضوع دفاع المتهم. انا شرفوني الزملاء بانني كانت عندي اول مرافعه. بديت شويه متاخر حتى 7:30 تقريبا، رافعت الجزء الاول من المرافعه اللي تعرضت فيه لواحد المجموعه ديال القراءه ديال دفاع المتهم لما ورد في المحاضر، الوقائع، الخروقات اللي سبق لنا تكلمنا عليها، جزء منها تكلمنا عليه في الدفوع الشكليه، كاين اللي المحكمه جاوبت عليه من قبل، كاين اللي ما جاوبتش عليه. لكن انا بالنسبه لي القراءه ديالنا اليوم هي اللي كانت يعني بدينا امام المحكمه وجهه نظرنا في المحاضر، في الوقائع، في مرافعه النيابه العامه اللي تكلمت على المتابعه واللي فاجاتنا في جزء كبير منه، بحيث انها في بعض الامور تبنات تصريحات بعض الضحايا المفترضات على عكس ما ورد في محضر الفرقه الوطنيه. ولذلك مثلا الفرقه الوطنيه ما كتقولش انه عفاف برناني عندها فيديوهات، لكن جات احدى الضحايا قالت لا عفاف برناني عندها فيديوهات. اذا شكون صدقوا؟ قلنا لهم واش غنصدقوا الفرقه الوطنيه ومحاضر الفرقه الوطنيه او نصدقوا اسماء الحلاوي اللي قالت بانه واحد الفيديو بالنسبه للفرقه الوطنيه مجهول نسبته لاحدى المصرحات، عفاف برناني ما عندهاش فيديو، قالت عندها فيديو، الى غير ذلك. مؤاخذات كثيره عندنا على المحاضر، على مجريات المحاكمه وجهات نظرنا في الطلبات اللي سبقنا قدمنا، في الخبره ايضا. الخبره قالت بانه كاين ميكروفون في الوقت اللي الفرقه الوطنيه ما قالتش، قالت كاين جوج كاميرات، وحده بيضاء وحده كحله، لكن جات الخبره قالت كاين ميكروفون. واش نصدقوا الخبره التقنيه اللي دارتها الفرقه الوطنيه او نصدقوا الخبره اللي دارها الدرك الملكي؟ في الوقت اللي حنا مازال كننتظروا واحد القرار ديال المحكمه اللي قالت لنا غيجي تقني ويحدد لنا واش هذاك ميكروفون او الى حدود اليوم حنا ما عارفينش هذيك الاجهزه اللي قالت الفرقه الوطنيه حجزتهم واللي المتهم كيقول دست لي، كيفاش كانت مرتبطه؟ واش كانوا دي كابل؟ واش ما كانوش؟ فين كانت لاصقه؟ الى غير ذلك. على كل حال انا درت القراءه الاولى، تكلمت على الوقائع من وجهه نظر دفاع المتهم. مازال الجزء الثاني في المرافعه، المحكمه حددت ليه يوم الاربعاء على الساعه الثالثه. الامور اليوم الجلسه دازت بشكل عادي، بشكل طبيعي، كانت شويه ديال المقاطعه من الدفاع ديال الضحايا، لكن بالنسبه لي هذا مساله عاديه في المحاكمات من قبل هذه المحاكمات. حنا غنستمروا وغنقدموا المرافعه ديالنا اللي الخلاصه ديالها هو انه بالنسبه لنا توفيق بوعشرين كيخصو يكون في دارو باختصار. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.